شيء أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أنا اسمي ريم عزام من غزة. جيت أنا وولادي هان، إحنا عايشين كنا في غزة بقالنا فترة طويلة. متزوجة بقالي 20 سنة، معايا الياس، ابن الياس وبنتي وداد. شوي الوضع كان شوي متأزم، يعني اللي خلانا وفكرنا في الموضوع، يعني هذا الموضوع إحنا ما أخذناه هيك بكل سهولة وبكل بساطة. فكرنا كتير كتير لنقدر نترك المكان اللي احنا خلقنا فيه، اتربينا فيه، كل ذكرياتنا تركناها في غزة. لكن الواحد عم بفكر لقدام شوي، يعني انه احنا في مصلحة، انه انا مصلحتي الاولى والاخيرة ابني وبنتي، اللي هي انا فكرت فيها اللي خلتني اتنازل شوي عن اشياء كرمال بنتي وابني. واجيت هون انا والياس وداد لحالنا، يعني بقالنا يعني مع تسريح العيد. يعني هي صدفة انه انا دايما ما بقدم تسريح، كنت رافضة الفكرة هاي بصراحة، ان انا اقدم تسريح واجي حتى لو زيارة، مع انه كانت تجي لزيارة زيارات كتير، بس انه كنت ارفضها. لكن المرة هاي انه انا قدمت تسريح وقلت طلع طلع، ما طلع ما فيش اي مشكلة، فانا قدمت فطلع لي انا وابني وبنتي وزوجي. وجيت انا والولاد هون مجازفة بصراحة، يعني ويوميتها بصراحة يوم ما طلع لنا التسريح اخذت بنتي على الجامعة، هي في جامعة الازهر في غزة، انه نخلص لها كل الاجراءات اللي اقدر انا اطلعها من جامعة غزة اللي هي جامعة الازهر لاجي انقلها هنا. اللي خلاني افكر انه انا اخليها هنا في جامعة بيت لحم او الجامعة الموجودة هنا اللي هي اختارتها بإرادتها طبعا، إنه البيئة بتختلف، المكان بيختلف، النفسية، يعني برضو أنت بتطلع على ابنك أو بنتك للراحة النفسية اللي أنت بدك تعيشهم فيها، لأنه أكيد الكل بيعرف وأكيد الكل متابع أخبارنا إنه إحنا تعبانين نفسيا، عشنا أوضاع كتير سيئة، عشنا إحنا كبلد كمنطقة في غزة عشنا كتير سيئة، وكإشي خاص عيلة لأن كمان عشنا أشياء سيئة جدا. فأنا اخترت أنه أنا أجازف لولادي، أجي أنا وياهم، وأنه أنا حتى يعني تنزلت عن شغلي وتنزلت عن أشياء كتير كرمال بنتي وكرمال ابني، والحمد لله إجينا هنا. يعني وأول ما إجيت تاني يوم فعلا يعني نزلنا أنا وياها على الجامعات، لفينا عشان نقدر نلاقي الجامعة المناسبة لإلها وبإرادتها، والمواد اللي ايش اللي حتروح عليها اللي كانت مقدماها في غزة، والساعات اللي راحت عليها واللي اعطوها مقابل وشالوا اشياء. يعني الحمد لله كانت مسهلة شوية، صعبة كتير حتكون صعبة يعني اكيد، يعني انه انا بدي ابلش هلأ من الصفر انا وياهم، وبس انه لمصلحتهم ما فيش اي مشكلة عندي ان انا ابلش من اول من الصفر، لأقدر اطلع شوي شوي انا وياهم ونبدي مستقبلهم، واكيد يعني بمساعدتكم. والنفسيه برضو يعني النفسيه هي اللي بتلعب دور كبير بالإشي هذا، ولما تلاقي ناس حواليك بيساعدوك بكل محبه بكل راحه بال انت بتتعامل معاهم، هون الإشي بيكون انك عم تشتغل شوي شوي ومش مستعجل، لانه انت عارف انه في يعني مثل ما بيقولوها وراك سند وظهر، واكيد يعني ان شاء الله يعني الاشي هذا نقدر نكمله باذن الله. يعني وانا بتشكركم كثير انكم انتم واقفين معايا ومع البنت. يعني انا كان هدفي بصراحه يعني انه انا اهم اشي انه البنت تكمل جامعه وتحقق شو اللي بتتمنى. يعني التغيير اللي حصلنا يعني هذا تغيير ايجابي بالنسبه لي، اول اشي انه انا اجي اكمل هاي يعني الاشي هذا لقدام لحالي، واكون قد المسؤوليه لابني وبنتي. يعني وكانت يعني كانت اعتبرت انا مغامره بصراحه، يعني ويعني هاي وده ممكن يعني هي تكمل يعني تشوف تقولكم على المغامره اللي احنا بديناها مع بعض، واكيد هي حتكملها. يعني اتفضلي ودوده احكي شوف ايش صار، يعني كيف كنا وكيف صرنا، يعني وانت شو الاشي اللي انت مبسوطه له كثير، يعني انه كان احلامك وين ورايحه وين واصله. يعني بالنسبة إلي يعني حياتي تغيرت، كنت في غزة بجامعتي متعودة مع صحباتي، يعني كنت معهم أصلا من المدرسة من قبل، خلصت 70 ساعة وجاية أفوت بسنة رابعة يعني سنة أخيرة وهيك، وصار الإشي فجأة إنه قررنا نسافر
يعني حتى يعني ما كنتش حابة الفكرة إنه نسافر وهي، كنت حابة أضلي، كان علي امتحانات وكنت بدي أكمل الامتحانات لحتى أصير سنة رابعة، بس الإشي صار فجأة، ضلينا هان أسبوع. يعني حتى كنت بصراع مع ماما إنه يعني بديش أضلي هون ومش حابة أضلي هون وبدي أرجع للجامعة، كان معي وقت قليل للامتحانات لتصير. بس فجأة يعني لفينا على الجامعات، حبيت الجو، سجلت في الجامعة الأهلية، حبيت جوها، وهيني خلصت الفصل وجبت علامات منيحة وهيك. فيعني أوليتها ما كنتش حابة الإشي، بس هلأ بديت يعني بديت أعيش أحسن هون. بس المشكلة الوحيدة يعني اللي كنت أفكر فيها إنه كيف بدي أدفع للجامعة الرسوم وهيك، مع إني يعني بشتغل ساعات كتير بعد الجامعة عشان أقدر أحوش مصاري لحتى أدفع للجامعة. صراحة يعني المنحة هاي كتير ساعدتني وشكراً لكم كتير، يعني لولا المنحة هاي كان جد مش عارفة كيف بدي أكمل دراستي، لأنه يعني حتى الشغل اللي أنا بشتغله بحاول أشتغل بزيادة عشان أساعد عيلتي مادياً وهيك. فأنا حابة أشكركم كتير على مساعدتكم، يعني لولا المساعدة تاعتكم كان مش عارفة كيف رح أكمل في الجامعة، فشكراً كتير لكم. Thank you, Phyllis. Thank you, Phyllis.